ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة المباركة وإلى جميع أولياء التسعة وجميع أولياء هذه البلدة العظيمة جميع أولياء هذه البلدة العظيمة وخصوصا الوالد عمر الخطاب والوالدة أمي مصلحة والجدة حليمة وآبائنا وآباء الحاضرين أن الله يدخلهم الجنة بغير حساب وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة وأن في حاجتنا حاجة الدنيا والآخرة سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يقضي أمورنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة ببركة خير الإشارة خير الإشارة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خص بالفضيلة وارضى عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي لغشانا بنوره يا ربي حفظنك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وارزقنا الشهادة يا ربي خذنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي واغفر لكل مذنب